هيا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا تعبانه وكنت بتسلى كده شويه، ففتحت اليوتيوب وقعدت ابص على الكومنتس كده شويه، وقعدت ابص على المسجز اللي هي بتيجي في انستغرام جوه، في يعني للناس اللي انا مش عامله لهم فولو او كده. فلقيت يعني كلام جميل جدا بصراحة، يعني ميرسي قوي قوي قوي، مبسوطة جدا بالكلام ده. وبقول لكم بليز بليز ما تبطلوش تبعتولي الكلام الحلو ده، عشان بجد بيبسطني جدا وبيديني طاقة كبيرة قوي، يعني اعمل حاجات كتيرة جدا. ف ميرسي قوي، انا تعبانة شوية بس، فعايزة بقى اقول لكم على شوية كومنتس كده كانت عجباني قوي. منهم طبعا مش هقول بالظبط، يعني مش فاكرة، بس منهم حاجات بتتكلم على الفيديو اللي انا نزلته اخر حاجة بتاع رق الحبيب، وبيدوني ريكومنديشنز ان انا اغني حاجات تانية قديمة. فدي من الحاجات اللي بسطتني جدا. وانتوا لو انتوا في اي حاجة نفسكم تسمعوها بعتولي على طول مسج، عشان الحاجات دي بصراحة ساعات ممكن يبقى في حاجة في بالي عايزة أغنيها، وفي حاجات بحبها بس ما تجيش في بالي، ففكروني كده. وطبعا في حاجات بتتكلم يعني عني أنا بقى، عن شخصيتي، نفسي، عن صوتي، عن حاجات كتيرة.